دعم الأطفال المصابين بالسرطان في بريطانيا. هي تنظم العديد من الأمسيات الثقافية التي تستضيف عربا وأجانب للتعريف بأهم الأدباء والشعراء العرب. هي سفيرة شعبية من نوع خاص، يروي قصتها الزميل عمر شاكر في هذا التقرير. ولدت في ظروف الحرب بلبنان، وتنقلت بين الملاجئ في معبدة في حينها أكثر من انتقالها كطفلة بين المنتزهات والحدائق. أكملت هناك دراستها المدرسية لتنتقل بعدها لدراسة الأدب العربي في الجامعة الأمريكية في بيروت، ونالت درجة الماجستير. درست الأدب العربي تلبية لميولها نحو الشعر والثقافة. مريم مشتاوي شاعرة لبنانية سورية، غادرت لبنان عام 2004 وبدأت رحلة جديدة في لندن. الرحلة إلى لندن بدأت في سنة 2004 حين تزوجت، وأردت أن ألتحق بزوجي لأنه كان يعمل هنا في لندن ويسكن في لندن. أتيت إلى لندن وشعرت بالفرح وبالسحر وبالسلام، لأني عشت طفولتي، كل طفولتي في الحرب الأهلية، وخسرت الكثير من الأصدقاء والأحباب، فأردت أن أنتقل إلى مكان أشعر فيه بالأمان، مكان أستطيع أن أنشئ أسرة من دون خوف. عاشت مريم تجربة قاسية بفقدها ابنها البالغ من العمر 5 أعوام بعد صراع مع مرض السرطان، تجربة قادت مريم لمشروع لمساعدة الأطفال لم تتوقف عنه. بعد أن فقدت طفلي الصغير قررت أن أحارب لأجل حياة الأطفال المصابين بالسرطان، وكانت الأمسيات الطويلة في المستشفى تساعدني على الكتابة وعلى القراءة وعلى العودة إلى ذلك العالم الذي فقدته وامتنعت عنه بسبب أمومتي وبسبب ظروف الحياة في لندن. وقررت أن أنشئ صالون ثقافي، هذا الصالون لمد الجسور الحضارية والثقافية بين العالم الغربي وبين عالمنا العربي. هذا الصالون الثقافي الذي أسسته ذو طابع خيري في لندن تريد منه مريم أيضا مد الجسور الثقافية والحضارية بين العالمين العربي والغربي، جسور أحوج ما يكون لها في الوقت الراهن. أردت أن يستعيد الأوروبيون هنا في أوروبا أن يستعيدوا في ذاكرتهم صورة العالم العربي المتحضر، صورة العالم العربي ذاك العالم الغني بالشعر بالثقافة بالفن بالأدب. لذلك أسست الصالون الثقافي، فكان من جانب لمد الجسور الثقافية والحضارية، ومن جانب آخر لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان والأطفال السوريين والأطفال السوريين والعراقيين المتضررين من الحروب واللاجئين منهم. اهتمامها بالأدب العربي انقطع لفترة، لكنه عاد وبقوة عندما بدأت وظيفتها الجديدة في جامعة سوس، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن. صباح الخير. صباح الخير. كيف كانت نهاية الأسبوع يا شباب؟ ماذا فعلت؟ بدأت بتدريس اللغة العربية في الجامعة وتفاجأت باهتمامات الطلبة باللغة. تقول مريم إنه لا شك أن الأحداث في الشرق الأوسط دفعت سياسيين وصحفيين ومختصين في دراسات للشرق الأوسط لتعلم العربية. تدريسها للغة العربية للطلبة الأجانب شجعها لترجمة دواوين شعرية لها. حين تبكي مريم أحد تلك الدواوين التي ترجمت، ديوان احتوت قصائده على معاناة عاشها أطفال سوريا والعراق، الأمر الذي ساعدت به مريم بإيصال تلك المعاناة إلى القراء غير العرب. بتعرف أنا أدرس عدة مستويات، أنا عم بحكي أوكي المتقدمين ممكن يقروا القصيدة ويفهموها ويستمتعوا فيها، بس أنا المبتدئين كمان كنت حابتهم توصلن هيدا الديوان. عم بحكي على اللوني بعدنا بالدائرة الصغيرة، بعدين كنت كمان حابة إنه يصير في إله انتشار ويقرأوه الأوروبيين، يعني ينقرأ الديوان بالغرب، ما بس يكون موجه للعالم العربي. لندن أو عاصمة العرب كما يحلو للبعض تسميتها تشكل نقطة مهمة لإبقاء جسور ممدودة بينها وبين العالم العربي، في وقت تتعرض فيه صورة العربي لتشويه مستمر يخفي صورة الإنسان العربي
الباحث عن الحياة والسلام عمر شاكر لبرنامج نوافذ الغد العربي لندن. آخر جولتنا ستكون في فرنسا.